بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وفجرنا الأرض عيونا. فالمياه التي تنبع من الأرض هي أربعة: ماء النهر، وماء البئر، وماء البحر، وماء العين. وهذا هو ماء العين الذي يعني يخرج من ينابيع الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا. ويقول صاحب النظم في الفقه الشافعي: لها مياه سبعة، وهي المطر، والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربعا أيضا تعد. فيقول الجيش الحر في هذه